سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه مخصصه للحديث عن الاتفاق السعودي مع ميليشيا الحوثي بخصوص وقف اطلاق النار. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن سعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في 4 مناطق باليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الخطوة السعودية قولها إن هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان الحوثيين قبل أيام وقف الهجمات ضد السعودية. وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت الجمعة الماضية مبادرة سلام تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف. إذا نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. هل شارفت الحرب على الانتهاء في اليمن أم أنها مقدمة لجولة جديدة من الصراع في ظل المتغيرات المتسارعة والتالية لانقلاب عدن واستهداف المنشآت الحيوية السعودية؟ وبحسب دبلوماسيين فإنه يبدو أن الرياض قائدة تحالف استعادة الشرعية في اليمن تحزم أمتعتها للخروج من اليمن تحت ضغوط أمريكية غربية. قرار بالانسحاب من منتصف معركة لم تنتهي ونصف نصر لم يكتمل على المشروع الإيراني الذي يواصل التمدد في المنطقة ويصعد من استهداف وتهديد المصالح السعودية. عن مسؤولين مطلعين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية وافقت على وقف جزئي لإطلاق النار في اليمن بعد إعلان ميليشيا الحوثي وقف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية. وافقت الرياض على وقف محدود لإطلاق النار في 4 مناطق تشمل العاصمة صنعاء في تطور جديد ملفت بشأن مصير عاصفة الحزم كأول فعل عسكري للسعودية غير مباشر ضد المشروع الإيراني في المنطقة. أضافت الصحيفة أن السعودية تخطط لتوسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى في اليمن في حال نجحت جهود إطلاق النار الجزئي في المناطق المحررة. ميول سعودية لإيقاف الحرب والهدنة منافية للهجة المسؤولين السعوديين المتصاعدة ضد إيران والتلويح بتوسيع العمل العسكري عقب الهجوم الذي استهدف المنشأتين النفطيتين. الموافقة السعودية على هذا الإيقاف الجزئي للحرب أتت بعد دعوة أطلقها الحوثيون في 20 سبتمبر لوقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أنواع الاستهداف، لكن التطور الأخير بشأن الإيقاف الجزئي للحرب نفاه الحوثيون معتبرين ذلك تسريبات لا أساس لها من الصحة. جنوح إلى السلام وإيقاف الحرب من أجل اليمن أم مشروع جديد عكفت واشنطن على هندسته قائما على أساس التقارب بين الحوثيين والسعودية؟ لكن السؤال الأهم هنا، ماذا عن مصير الشرعية اليمنية ومستقبلها؟ إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني أنباء نقلت عن صحيفة أمريكية أكدت موافقة السعودية لوقف إطلاق نار جزئي في صنعاء وثلاث مناطق أخرى، يعني كيف تقيم ذلك من حيث المعطيات الحاصلة، تبادل التصريحات ما بين الجانب السعودي والجانب الحوثي؟ يعني حتى الآن علينا لأن نكبر الموضوع أكبر مما يحتمل. هذه يبدو هي مقترحات وأفكار حتى الآن لم يعلن الجانب السعودي عن قبوله بشكل رسمي. اليوم هناك حديث عن غارة حول مدينة صنعاء، وهذا يشير إلى أن هذا الاتفاق إن صح القول لا زال هش ويبدو من الصعوبة بمكان أن يطبق. لا أعتقد أن الحديث عن وقف القصف الجوي لمناطق محددة هذا في غير صالح السعودية، ويعتبر قرار في صالح الحوثيين، لأنه ستمنحهم منطقة آمنة يتحركون فيها، يرتبون أوضاعهم، يتصرفون وكأن ليس هناك حرب. لهذا لا أعتقد بأن السعودية ستوافق بهذه السهولة،
لكن يبدو أن الضغوطات الأمريكية والغربية بشكل عام قد تجعلهم يقبلون مؤقتا كونهم الآن هم في أوضاع سيئة للغاية. يعني السعودية الآن يعني سيد عبد الناصر ما الذي يجعلهم لا يوافقون كما أشرت، وبالتالي يعني خصوصا بعد الضربات الدقيقة الموجهة التي أصابت المملكة ومنشآت نفطية مهمة، بالتالي اليوم يفترض أو يعني يتوقع أن تبحث السعودية عن أي شيء يجنبها ما يحدث؟ لماذا يعني نستبعد فكرة عدم قبولها بأي هدنة مع الحوثيين؟ أولا الهجمات في أرامكو كما تشير جميع المعلومات لم تأتي من الحوثيين، وبالتالي المقايضة هنا ليست مع الحوثيين، هذه مسألة أخرى. الحوثيين ضرباتهم وجهت للرياض ووجهت لبعض المناطق الحساسة لكن لم تصل بدقة وأهمية ضربة أرامكو، بالتالي الحوثيين هم فقط ادعوا بذلك. إضافة إلى ذلك السعودية حتى الآن هي ليست في وضع سيء من ناحية التعامل مع الحوثيين عسكريا. الحوثيين طائراتهم المسيرة الذي يضربوا بها بعض مناطق جنوب المملكة تشكل إزعاج ولكن لا تشكل تهديد نوعي للسعودية لأمنها بشكل عام. لهذا السبب هي ليست بحاجة لمثل هذه الهدنة، هذه الهدنة هي في صالح الحوثي أكثر مما تكون في صالح السعودية، لكن كون السعودية هي في وضع عسكري وسياسي ضعيف في الوقت الحالي بمعنى أنه خياراتها كلها سيئة، خياراتها في الرد صعبة وخياراتها في السكوت صعبة وخياراتها في أن تتلقى ضربات جديدة أيضا صعبة. لهذا السبب هي انكشفت أمنيا واستراتيجيا بسبب رفع الغطاء الأمريكي الحالي عن الدفاع عن السعودية، ولهذا أتت هذه الأفكار لتتلائم مع هذا المناخ. لكن بشكل عام السعودية هي في منتصف معركة، هي ليست في نهاية معركة، هي في منتصف معركة أديرت بشكل سيء تماما وفشلت في تحقيق أهدافها وصنعت فوضى كبيرة. الآن هي تدفع ثمن أخطاء سابقة، أخطاء من 5 سنوات، هذه الأخطاء متراكمة، لكن هذا الأمر لم يصل إلى حد أن السعودية تقبل بمثل هكذا صفقة وهكذا مقايضة. هذه المقايضة هي في صالح الحوثيين على كل المستويات، لأنه لو ضمنوا بأن هناك مناطق أصبحت آمنة وبالتالي كأن الحرب عمليا انتهت أو أصبحت حرب استنزاف محدودة في بعض مناطق الحدود أو بعض مناطق الجبهات الخالية من السكان والبعيدة عن المراكز الحيوية. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الناصر. أرحب الآن بضيفي من السعودية المحلل السياسي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا بك سيد سلمان. يعني هناك صحف أمريكية تحدثت عن رضوخ السعودية لمبادرة تقدمت بها ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار بين الطرفين، كيف تقيم ذلك؟ هي ذات الصحف الأمريكية أو الغربية أو حتى العربية إذا صح أو التركية هي التي قالت قبل قرابة الشهر بأن الحوثيين والإيرانيين مسحوا النفط السعودي عن بكرة أبيه بضربة أو ضربتين. نضع الأمور في موضعها الصحيح وفي مكانها الأصح. هذا الكلام لا صحة له. المملكة العربية السعودية يا سيدي لا يمكن أن تتفاوض مع جماعة إرهابية. المملكة العربية السعودية سبق وأن أعلنت عن قائمة 40 إرهابي يدعمهم عبد الملك الحوثي أو يرأسهم عبد الملك الحوثي، فمن المستحيل أن يكون هناك تفاوض مع
قائمة أو جماعة إرهابية. هذا نعم. في طيب سيد سلمان، يعني هناك وقائع بمعنى نعم. هناك تصريح للحوثي في الجمعة الماضية ب يعني طلب أنه في حال يعني قبلت جماعة أو قبلت السعودية في هذه الهدنة ربما يعني سيتم تجنيب قصف السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية، وبالتالي هناك ما تحدثت عنه الصحيفة الأمريكية بأن السعودية يعني هناك تجاوب مع فكرة الحوثي، وهناك أربع مناطق محددة باليمن سيتم يعني البدء بتجنيب قصفها من قبل طيران التحالف والعمليات العسكرية. هل لهذه المعلومات يعني صحة على الواقع؟ والله اسمح لي، إذا كان ناطق الحوثيين العميد أو العقيد يحيى سريع هو من يمشي العالم على توجهه ويوقف متى ما أراد ويطلق متى ما أراد ويضع الهدنة متى ما أراد، أعتقد أن العالم الآن أصبح أمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى الخمس التي معها. يعني صار الحوثي هو من يقرر، أين الأمم المتحدة؟ أين الأمة على الأمم المتحدة؟ أين قرارها؟ يعني صار الحوثي يفرض قراره بين يوم وليلة، وخلال خمس سنوات الأمم المتحدة كالنعشة لم تستطيع أن تمرر قرار لها. لكن هو تقدم بمبادرة المجتمع الدولي ينظر إليها بأنها يعني في سبيل السلام وأنها بادرة خير. جميل جميل كلامك على عيني ورأسي، ولكن أين مبادرات جنيف 1 جنيف 2 الكويت؟ يعني هل صار يحيى سرية مبادرته هي التي تمشي رغم أنف الأمم المتحدة؟ هل صارت مبادرة يحيى سرية تبع الأمم المتحدة تحت أقدام الحوثيين؟ هذا جانب. الجانب الآخر يا سيدي، عندما يزج باسم المملكة العربية السعودية في الموضوع، والمملكة العربية السعودية لا ناقة لها ولا جمل، هي مجرد شريك مع دول التحالف، وعندما يهدد فأنا أستطيع أن أقول أطلق خيلك يا يحيى سرية اركب، أنت مش عندك يعني تهدف طيارات مسيرة؟ لا، المملكة العربية السعودية إلى الآن يا سيدي، وأريد أن أوضح لك وللسادة المشاهدين، هي ضمن مجموعة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن. هذا الأمر الذي لابد أن نعترف ونعرف هذه الحقيقة، أن إذا كان الأمر تهديد المملكة العربية السعودية فأعتقد بل أجزم بأن المملكة العربية السعودية على مدار الخمس سنوات الماضية لم ترد على الحوثيين بأي رد. نعم. لكن سيد سلمان، هنا باختصار يا سيد سلمان، في مسألة يعني المبادرة التي تقدمت بها ميليشيات الحوثي، هل هناك يعني قبول وتفهم من الجانب السعودي، وبالتالي ما أوردته الصحيفة الأمريكية نعتبره صحيح كونك محلل سياسي سعودي ويعني أدرى بما يدور في من قبل الجانب السعودي، هل بالفعل يعني هناك تقبل لهذه المبادرة وتعامل معها بجانب إيجابي، وما ذكرته الصحيفة هو صحيح؟ شوف، أنا أعطيك الرأي الشخصي وليس الرأي السياسي. الرأي الشخصي يقول بأن المملكة العربية السعودية هي ضمن التحالف، ولذا لم تقبل التفاوض مع عصابات إرهابية. أنا أعيد وأكرر هذا الكلام. ثانيا، الأهم من هذا كله بأن ما يتقدم به الحوثيين هو مجرد شغل بزران، شغل أطفال. هؤلاء لا يوفون بالوعد ولا يلتزمون بالعهد ولا ميثاق لهم. هؤلاء خونة، خانوا أنفسهم وخانوا الشعب اليمني وخانوا العروبة. فلذا أعتقد بأنها لن تقبل منهم أي مبادرة من اليوم صاعدا. الحل في اليمن يا سيدي هو عسكري، لا بد أن نصل إلى قناعة بهذا الأمر ودع الحوثيين. هذه الأمور أو هذه المهاترات أو هذه الفترات التي يريد الحوثيين تمرير الوقت معها هو من أجل تقوية شوكتهم واستعادة قوتهم وتواضعهم في اليمن. غير ذلك صدقني لا يريدون شيء آخر. إذا قبل بأي مبادرة من أي جانب فأعتقد من وجهة نظري أنه بعد. ولذا أقول لك وبكل صراحة بأن ليس هناك مع التحالف أي اتفاق أو توجه أو تنسيق مع الحوثيين. الحوثيين إذا أرادوا مبادرات فليبادروا مع الشعب اليمني، فليبادروا الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد الرب فؤاد منصور. جميل، وضحت الصورة. جميل سيد سلمان، ابقى معي. نعم، جميل سيد سلمان، ابقى معي وأعود لضيفي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني إذا ما صحت أن هناك يعني قبول
لهذه المبادرة كما تتحدث الصحيفة الأمريكية. يعني هل ستنجح هذه المبادرة فعلا في اتفاق وقف إطلاق نار بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، أم أنه ما سيحدث هو عبارة عن تصريحات متبادلة ووعود وبالتالي لا أساس لها بالواقع؟ يعني حتى الآن كما ذكرت لك سابقا السعودية لم تصرح رسميا بأنها بصدد التعامل مع مبادرة من هذا النوع. إضافة إلى ذلك ما يحدث في الميدان أن العمليات الجوية تقريبا هي بنفس وتيرتها السابقة، والآن يعني قبل نصف ساعة تقريبا هناك أخبار عن سماع دوي انفجارات في مدينة صنعاء، بمعنى أنه في المناطق القريبة من مدينة صنعاء، وهذا يعني بأن ليس هناك من تطبيق لهذه التفاهمات. يبدو أنه كما ذكرت هي مجرد أفكار وتفاهمات من قبل الغربيين، يريدوا أو يعتقدوا بأن هذه خطوات ستمهد لعملية سلام في اليمن، لكن حتى على افتراض أن هذه التفاهمات تم القبول بها لفترة مؤقتة ليس لها علاقة بعملية سلام شاملة. الوضع في اليمن من التعقيد إلى الدرجة الذي يستطيع الفرد أن يقول بأن ليس هناك أرضية للسلام في اليمن. نعم. الحوثي بإمكانياته بما أصبح عليه وبما كان عليه لا يمكن أن يكون جزء من عملية السلام. الحوثي إما أن يحكم منفردا اليمن كاملا وهذا أمر صعب تماما عليه، أو أن يسحق، هذه طبيعته، حركة شمولية، حركة عنيفة، حركة ليس لديها مقومات في ذاتها للشراكة أو للعمل الديمقراطي أو التعددي أيا كان شكله، ستظل هي مشروع فوضى ومشروع حرب. نعم. لكن إذا افترضنا سيد عبد الناصر أن السعودية بالفعل صرحت ووافقت على التعامل مع هذه المبادرة المقدمة من قبل ميليشيات الحوثي، هل يعني هذا خروج الشرعية كطرف أساسي في المعركة، وبالتالي يعني تعتبر السعودية هي ممثل للشرعية في ما سيجري فيما بعد؟ يعني عمليا ليس هناك حاجة اسمها الشرعية، الشرعية ليس هناك من لديها قوة ذاتية، الهادي وجماعته هم عمليا تحت الإدارة السعودية بشكل من الأشكال، وليس لديهم قرار مستقل عن السعودية، هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. لكن حتى لو افترضنا بأن السعودية أعلنت وقبلت بمثل هكذا تفاهمات، هذه تكون تفاهمات تكتيكية وليس استراتيجية، تشبه تفاهمات ظهران الجنوب التي تمت بين السعوديين والحوثيين في 2016، بمعنى أنها إما يعني استجابة لواقع وظرف معين أو إظهار حسن نوايا أمام ضاغطين من الخارج يضغطوا باتجاه تخفيف حدة الأوضاع في اليمن، لكن بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تحول نوعي، تحول استراتيجي في تعامل السعودية مع الحوثيين وفق المعطيات الحالية. لا زالت السعودية ترى بأن الحوثيين خطر وجودي عليها، ولا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تسلمهم جزء من اليمن يحكموه بكل راحة. هذا ما يسعون له الحوثيون وهذا ما يطمحون له، يريدوا اعتراف سعودي بوجودهم كحكام لجزء من اليمن، وهذا أمر مستبعد، وعلق أن نقول في الوقت الحالي والمستقبل المنظور. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. أعود لضيف المحلل السياسي السعودي السيد سلمان عسكري. يعني سيد سلمان، كما تحدثت قبل قليل ب يعني وجهة نظرك الشخصية أن السعودية يعني لن تقبل بأي تفاهم مع ميليشيات في الأساس، وبالتالي
الخيار العسكري هو الحل. كيف يمكن لنا أن نحكم بأن الخيار العسكري هو الحل وما ننظره في الواقع أن السعودية وسط معركة هي كما يعني تروي المعطيات بأنها معركة فاشلة حتى اللحظة؟ أحياك. شوف، ما نقدر نحكم أو نقول معركة فاشلة، لا. الحوثيين الآن أو من قرابة يعني أوضح لك أكثر للسادة المشاهدين، من قرابة 8 أشهر وهم يعيشون في معزق شديد جدا، أولا من حيث نقص الأسلحة، ثانيا من حيث نقص الأشخاص المقاتلين. الجبهات تشهد هروب جماعي لعدد من المقاتلين الحوثيين. إيران الآن تحاول أن يعني هالضربه اللي وصلت لأرامكو او الشركه السعوديه، يا اخي من الاخير من الاخير ايران تنتحر في اليمن، ولكن للاسف هي وجدت عناصر وضعتهم راس حربه هم في الاخير اغبياء او خونه. عندما استنزفت ايران قواهم وذهبت بهم الى المحرقه وضاع الهدف الذي كانت تخطط له ايران، قالت اني براء مما تعملون. لذا الحوثيين الآن يحاولون أن يضعوا الهجان ويحاولوا أن يرسموا الخطط ويحاولوا أن يتقربوا للتحالف. أنا لا أقول المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية لا يمكن في أي لحظة أن تحاول أن تحاور أو أن تتفق مع عصاباتها في الأصل الإرهابية. لذا الحوثيين الآن يعيشون في مأزق كبير جدا. ما تشهد الفترة الأخيرة من قرابة شهر محاولة الحوثيين يعني سرقة أموال وعقارات في صنعاء امتداد لما عملوه في العام 2015 و16. هناك يا سيدي أنا أعلمه الجميع وأؤكد هذا عن طريق قناتكم بلقيس أن بعض الوزراء الحوثيين غير معلوم أماكنهم إلى الآن. هذه المعلومة أنا مسؤول عنها، وأنا في أي حلقة أحددها معك سآتي بالأدلة والبراهين. ليست جاهزة الآن معي بصراحة. وزراء حوثيين غير موجودين وليس معلوم للقيادات الحوثية هل هم أحياء أم أموات، هل هم داخل اليمن أم خارج اليمن. صحيح أن هناك البعض ممن تستضيفهم الشقيقة أو الدولة الصديقة أو الجارة العدو الحبيبة سلطنة عمان، منهم محمد الحولي ومنهم الماوري ومنهم أشخاص آخرين، لكن أين بعض الوزراء أي البقية الذين تم استدعائهم منذ قرابة 6 أشهر أو 8 أشهر غير موجودين. ليس لدى القيادات الحوثية معرفة هل هم أحياء أو أموات. فلذا أنا أؤكد لك يا سيدي بأن اليمن تتجه الآن إلى التخلص من هذه الإصابات الحوثية الغير معترف بها دوليا أو الغير مقدر لها في اليمن. الإصابات الحوثية حاليا تحاول أن تستنجد إيران التي هي الآن كثيرة. إيران الآن تعيش وضع ليس في أفضل من العام الماضي أو الذي سبقه. الحمد لله الآن اليمنيين سينتصرون، سيطردون هذه العصابات الإرهابية الحوثية، ستعود اليمن مثلما كانت وأفضل، وستعود إلى أحضان العروبة. أريد أن أطمئن اليمنيين كافة، والله العظيم لا أقول هذا مجاملة أو من أجل استغباء للمشاعر، أقسم بالله أن الحوثيين في هذه اللحظات يعيشون آخر أوقاتهم، وأقسم بالله العظيم أنهم حاليا بدأوا يفجرون كل من حولهم. يا أخي إذا كان قالوا أنهم التزموا بعدم ضرب قصف أو أطلاق النار على مجموعة من المدن التي اسمها 4 أو 5، لماذا مغرب أمس تهجم على أحد المواقع في كعبة؟ أنا أريد أن يطلع القيادة الحوثي يحصي ويبين لنا هذه النقاط. لماذا قصفت يا سيدي تعيسى؟ لماذا قصفت سوق الطور الواقع على خط الإسفل؟ يا أخي لدينا معلومات مؤكدة تؤكد أن الحوثيين لا زالوا يعبدون باليمن واستقرارها. ليس لهؤلاء أي عهد ومن يلتزم معهم، فلذا أعتقد بأن مصيره سيكون إلهام. لذا أنا عندما أقول ليس هناك إلا حل عسكري، فأنا أجزم بأن الحل العسكري هو الذي سيردع الحوثيين والذين سيعودهم إلى صعدة. نعم، إذن وضحت فكرتك سيد سلمان، نأمل ذلك أن الحل العسكري يصل إلى نهاية الطريق ويكون الحل بالفعل كما أشرت أنه عسكري، ولكن هذه التصريحات اعتدنا عليها منذ 5 سنوات. جميع المسؤولين سواء في الشرعية أو في التحالف يعني لا تخلو تصريحاتهم من أن الحل العسكري هو الحل، وبالتالي لا نجد أي حل حتى اللحظة. أشكرك جزيل الشكر، يعني داهمنا الوقت المحلل
السياسي السعودي سلمان عسكر، كنت معنا من مدينة الدمام السعودية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. في الختام أشكر ضيوفي وتقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبار، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقى في أمان الله.